الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. حديث كان مخلصين وفي صحيح المسلم كسبناي نبي عليه الصلاة والسلام وحوك الدقة هاي والصحابة ديس وكبر رجيناي في تن إيمان دونتو في تن تنعيها دواي بدبضان تاي في تن قار دين تاي كاساري قار بدعائي كوطوريا ننك مبتدع ونغني وحن دين هان ودين كدغني قار قفك أردالي كدغي وفاسقي كدغي قار مارتي وحي كدغي صافي تنتو ان وحبك الربانين قف انتنا اسلام وشيغني في انتنتو نوعا سيو نبيك كدغي عليه الصلاة والسلام حلي هاي في تنتو وحالو بندغي قلبي بني آدم سيدا درنت الله الله صاحا أما الله ضبا درنت مركز أي فتنتو أي كم وقان قلوبته معنى لو معنى ما هو صورت قال قف دو درن وقص حدو درن تاس ويقص ورمي قفك ومرا لايو سيدا ساي فتنتو قلوبته أو صادعي أي قلوبته أو غم وقان مثل وحو نبقى وقوط الماما يملك ليه قلوبته وحالات الله بندقه في تن سيدي درين تلو دبا او لان لان لو قباني لان بالعانتو مركي اي دادك درين تلو باين تنا مد باي سوق باناين حرق باي كو حرق توكل اي سوق باناين معنى هيد محايو مرك في تن استبجوك باجري تونتا او تن مركي كم مرتبة توكل تن مركي كم مرتبة توكل تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا مركي لا نسوى قبطبا لا كلا إلا أدنا يادب صعطا وإن أتكو حرته سيدا سوك الفتن تزدب الجوب يا قلبك قصوى أبارسة قلبك فتن تاسلعب سيوه أو جعلاده قد أحدعه قلبك يسوح الوقور على ممدوه قلبي جديد في تنتاس قلبي جيس وحالقو قري علامة حد ونور يسو قلوة مركب بني آدم حيكوسها بحد اللبا قلبي مد حد سيد النور كانو كلا نقع عاد مودو نقع سب سب وحما قبساني هدية قطورتو ميا قلبي جاس قفك أسجع في تنتاس كمدقسو مهما يسوق بشه محيا لأمجيده قفكاس وقفك مؤمن قفكاس نوع عاسه وحير النبي عليه الصلاة والسلام قلب جيسا كإلى شذي في تن آن لحبوذن آن جعلانن وحول لميدي هاي لاغا حاس سب سب كي ووحكو لغا يجرين سيدا سي قلب جيسو في تن تو لغين ووغوبت بادي ولغيس في تن ما دي باسو انت الدنيا دا جرتو ساسو النبي عليه الصلاة والسلام وح في تن ودي بمجرو كان كلا اي عبي اي مذوب هذا على مد مذوب لغو قري وحول لمد يا النبي عليه الصلاة والسلام وحو أهان مد مذوب مذوب عدين قد عجره مذوب عدين قد عجره محو نقر المركز سيدي مارة مذبك قرية دو كلا أما مذبك دنبس كو كلا دنبسون مذوب يا عدين نو هجره قلب الناس نوع عصون قنن معالف في تنتو عبي في تنتي يعبي إسلام من وشيعان هاي وحبنا كم مرة يبنو إسلام من وشيعان هدي وعدين كاسير يركود حجره في تنتي نوعبه ومذو جس وحوير النبي عليه الصلاة والسلام مركع نوع عص كان نوع عص نقضي وقول من نقني كوب سان لو غنبيه قوب سان دا او غنبيسو بيما غيلن كارت يا حتى هدي بيا اد كو سو دفتو بيا ما يكون نغاناي مايا ساسو نغاني واحد دينو او غيلي ما جرتو واخ وانه او غيلي ما جرو واخ وعده او غيلي ما جرو معاه فتن او اسكا الهلنا يا ما جرو نيكا واكه وا نينكان الهي ورسولكي ساجيبن وين او دنكلين دنكلين نينكا نوعا سو دقمي
وكلاه إلهي في لم يستجيب لك فعلم أن ما يتبعون أهوام هذيك أجيب ويان نبيو وقاو إن إيمان كوضع عيون دب السودان وأنك إيمان كيسو دب السعودي سيد نفتي سجعش هاي وحي نفتي سجعش هاي الدين وقدر يعني وحي نفتي سجدون وديدي ولو آية حديث النقدان وضامري وجبني فعلم في لم يستجيب لك هذيك أجيب ويان والدين تو أي سيد الدين تربط أي مري ويان فعلم أن ما يتبعون أهواهم وحد أقولها إن إيمان كوضع يوحي نفطه ذا جعش هاي أي رعايان ومن أظلمه ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إله يا خجر در رب ذنين ما أنك يسوس كذا وصعده يوسي نفتي سي جعش هاي حنو الآن كاسوا ظالم إن الله لا يهدي القوم الظالمين إله ظالمين تمانوننا نينك أن كسر قوسن دين الإسلام كإله محو أرنتن كلي هاي إله محو كقبا رسول كمحو كده دين الإسلام محي كقب نينك أن دقن كيس أساسا وظالم ظالم إله حكم فلاي ما أنتي نفتي سسي جعش هاي عيد أي مرت أم حديث تنو مسلم ما أنتو عيد يو حديث تيو رئيس إس جيرانا عيد يو حديث ودافع وسيد الله بدن ما تاس لا نما ما يقول له تاس إسلام نما ما ها يا محار أنت مرك كي ماني أنت وحكيني يا قف قلب جيس إلا ضباله إن جعلنا على قلوبهم مكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا نبدوا لله قلوب طهد وحيالي نادب الله دب الله يا قلوب طهد دب الله بالصار إن أي حق فهمان على قد بولي لقوه هذا نمارتي علاس بان كريدينا دين تواي مقلعين لكن إن أي قشو إن أي فهمان فهم وحو طريق يا علاس لك صار هدي هنون أو يرتنا ولقود ما هنون أيبين وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا ولقد ما هنون أي محا نكن وحو أسود قرب وضع إنتنا دين إنتنا سيدي أنا ربه وحس مسعوني أما مسلم نغو أو خالص أو كتاب جيس يقدم به حديث كالنبي يدين جيس أما قال ماذا عدسو مويني محا نغوني مارت مسلم لحد هذا مسلم فربضاً ما أنت أيه قشانه مسلم ما أنت إسلام قال لي حضانة تي إسكها سنة واحد ما يسعوني واحد ما يسعوني نبي عليه الصلاة والسلام بريدي سأقوب بدنهت وحيهت سو أنا سمن مالك وشيء جاي ونور رماي دعدي سو حأقوب بدنهت أنو دي جري إله الله قلوبك قد قديو إله قلبي جاي دين تكسو ما كل الله يعبي أنا سوي دي رسول الله محان عيو وانكر رميني دين الله تمد يا رميني كدب ما يضع عبسان يساويره هنا انك قدونه دين ده ما يضع عبسان يسا نعم يا نبي ها إن القلوب بين أسبوعين من أسابع الله قلوب تبني آدم فهو حيكجت لو فراد أو فريه إلهي كمده سدو الدونان وقدين ورمقا شلي قالا هايا أو دين تسلام قصو قلي مقاما مسلمة أو مارت قال نقول هايا وحو آمن سنهاي ونك دينك إسلام كحلاش هذا مقالبا مسلم با كيه بالإيقود وحلال نك دون يا ننك ده ريه بالإيقود قرآن كريه بلا كوين قل يد ريه بال قل يد ريه بال إيقود قرآن قرآن كوين ننك ده قل يد ريه بلا كوين مسلم با تي هرانا وقلب وكردي تانا مارتي عرفك او كدهي سو قال لي ماما سو قال لي ماما ارنت مرك قبر بقول الله المسلم شيخنا بري قالو سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا او يمسي كافرا او يمسي مؤمنا ويصبح كافرا قفك وحواق بري اسو مؤمن قلبتنا واقال اما قلبت وا مؤمن صبح واقال مخا يبيع دينه بعرض من الدنيا ورين دين تيسو وحير الدنيا والافسه سنه أحيرا الدنيا ودعب سيساني وفتن تن مان تجرته هل اسكي الالي فتن تأغوين أو أنك أنها سطنا محاوية فتن ريهبل يقبيالت يأغوين مركا قفك
maalmahan haddana waxaa ugu sii daran waxaa lagu jiraa maxaa bilaabatay olola doorashaa bilaabatay olola doorashaa bilaabatay inaad marka islaamkii iimaanimada meel surato kaabin dartiis ama ree hebelnimo darteed inaad soo noqonay in kale alla colo inaad soo noqonay maxaad kugu tahay islaamkii iyo iimaankii meel aad ku surateen inaad saa ku tagto soo kama yaabtid oo soo noqon waaso waxyaalaha maanta dhacaya in bal feeriya ba sidii laisku dilhayo feeriya ama diyaar loo yaho in laisdilo diyaar loo yaho in laisdilo xishood la-aanta sariig la-aanta waa arkaysaa ninka kaabeenka wato intaasoo gaari iska soo dabagelin rag iyo dumar oo da'yara iska buuxinayeen gaariga waxay afka ka dhigayeen ma malaynaysa ama caraaytan eh ama karaahiye eh ama ammaan beene ninka la saare markaas yaa naagahina maaragtay laaqin hayaan funaanad markay wada gashadeen waaw malcuunada naagta ku labisato labisnin waa malcuunad wey nabi calayhi salaatu wasalaam koofiyaya naagahii wada xirteen waxay wada gashadeen funaanad markaasay wada laaqin hayaan nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi aaqudu zamanka ummaddan saddex arinaa ku dhici doontaa yidhi dhulkoo lala gooyo kor in laga bamgareeyo cadaab kor looga soo rido dhagaxaan cadaabe ma ahe in la bedelo bedelaadkaas suuraddooda la bedeli oo dhan ama qalbigaa laga bedeli suuraddu waa suurad bini aadan laakiin qalbigiis waa qalbi shaydaan koormaa arrintaa dhici wuxuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam markii ay muusikada yeerto muusikada isla dhawaaqdo had waa aragteen kaabinka muusikada sidii loo saaray heesaha dhaantada markay muusikada ay iska muuqato yihiin nabi calayhi salaatu bahalkan la garaacaya idaa daharat ilmacaazif yihi nabi si xushood la-aana loo garaacay meeshii u dambeeya foolimb la keeni xuduudoo dhanaa la tilaabay war waxaana dhex socoto waa magaalo dad baa jiran looma aaba yeelay masaajid baa la maray salaad lagu jar looma aaba yeelay ilaahay raalle kama aha looma aaba yeelay dhulkiisana waa ku socoto gabdhihiiyo wiilashiina saasay shafka isku saareen somaaragta idaa daharat ilmacaazib walqaynaad gabdho laaqinayaan marka la helo gabdho heesaa ah gabdho heesaa ah markii la arko yidhi nabi calayhi salaatu wasalaam haddu yaaba heesaaba maanta heesaan gabar ku jirin ma way dhadhamayso waa lagu dheer muqaadaraadkina iyo qamradina marka la banaysto muqaadaraad haddii yaaba ka hadlo maan meeshuu joogaa ogteen marka xaaladdu nabiga sheegay waan joognaa fitantina waan joognaa ilaahay aan ka cabsanno subxaana wa tacaala dilkii aan raqiis noqda dhiiggii muslimka daadinta mar balood loo dilo mar qabyaalad loo dilo mar siyaasa la isku dilo marka maxaa reebanba war wixii halaag keenayo dhanaan samaynahaynaa marka fitantan nin kastaaba qalbigaa ka ilaasho nabigaa maqlaysan xadiiskii war nin kastaaba qalbigaada ilaasho fitantan ka ilaali qalbigaa qalbigaa ha ku sii daanyan fitantan inuu cabo ha ku sii daanyan war doorasho soo maaha war ninkaa isleedahay ummaddan waa anfici diintana waa anfici waddankana waa anficiya ka hortaagan maxay waxaan oo fasaad oo la samaynaya colaadan iyo isnaceebkan iyo xaqdigan iyo isku caraaytankan iyo isku gacanqaadkan waa maxay waa maxay waxaan islaanima ka baxan waa maxay un ilaahay laga cabsado subxaana wa tacaala nin kastaaba maxaa weeye maxaa la yidhi hadday siga soo kacdo nin kastaaba ishiisuu gacan saaran soo lama dhihin qalbigaadu kuu gaar yahay qabrigaadan adoon buu kuu gaar yahay ree hebel iyo walaa hebel iyo walaa saaxiib oo qalbi kula geli qabri kula geli ma jaro war marka maxaa weydii mar saatoo qalbigaana ilaasho qabrigaana u dane allahuma salli calaa muxamed wacalaa ali muxamed kamaa salayta calaa ibraahim wacalaa ali ibraahim inaka xamiidu majiid wabaarik calaa muxamedin wacalaa ali muxamed kamaa baarakta calaa ibraahim wacalaa ali ibraahim inaka xamiidu majiid
اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين، اللهم دمر اعداء الدين، اللهم اهلك الجبابرة واقض ادبارهم، اللهم اعداؤك اعداؤنا وعداؤنا اعداؤك، اللهم عليك باعدائك واعداء الاسلام والمسلمين. اللهم من ارادنا والمسلمين بسوء فاشغله في نفسه وارد كيده في نحره وادر عليه دائره السوء يا قوي عزيز. اللهم ارنا في اعدائك عجائب قدرتك، اللهم اهد قلوب المسلمين الى كتابك وإلى سنة نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. وأقم السلام.